نغير الوان التيشيرتات ونخرج بره الدوري المصري ونشوف راي الكابتن عصام عبد الفتاح في احد في احدى مباريات الدوري الانجليزي بين ليفربول وتوتنهام ورايه في الحاله اللي هتشوفوها مع الكابتن عصام فتاح. نشوف الفيديو ونرجع معاكم. بنتكلم بامانه ولما بنكون عندنا اخطاء نتكلم ان احنا عندنا اخطاء وهنصلحها. يا سيف انت لو رجعت الماتش توتنهام وليفربول معرفش اتفرجت عليه ولا لا، اخطاء رهيبه في اغلى واعظم دوري في العالم. هاري كين كان لازم يطرد طرد مباشر ما اطردش، ضربه جزاء صارخه الوضوح لليفربول لم تحتسب، ولكن الاخطاء بتقع في كل العالم، ده ليس مبرر، ولكن بقول لما يكون عندنا اخطاء نقولها ونعترف بيها، لكن الجميع الاغلبيه عاوزه تحط شماعه على التحكيم. كابتن عصام عبد الفتاح قال انا هريح دماغي، انا مش هقضي اي مثال باي مباراه في الدوري المصري، انا اروح للدوري الانجليزي. وكابتن سيف زاهر تقريبا ما شافش المباراه على حد تعبير كابتن عصام عبد الفتاح، وهدي نموذج لضربه جزاء صارخه كارثه فضيحه، لو عرضناها على الشاشه نشوف ركله الجزاء اللي بيتكلم عنها كابتن عصام عبد الفتاح في مباراه توتنهام وليفربول اللي كان من وجهه نظره خطا تحكيم كبير. سيبك من طرد هاري كين، عايزين الصوره بتاعه ركله الجزاء. ايه ده يا جماعه؟ بتفكركم بايه الصوره دي؟ نفس الصوره اللي كانت ايوان لا اله الا الله، ضربه جزاء مزدوجه سيراميكا كليوباترا، شد ودفع، كابتن عصام مش شايفها ولكن شافها مع كابتن سيف زاهر في الدوري الانجليزي. كابتن عصام عبد الفتاح في موقف صعب جدا، فكره دفاعك عن التحكيم بشكل مستمر خاصه لما تكون الاخطاء التحكيميه دي كلها لصالح منافس وضد النادي الاهلي. اتكلمنا عن النادي الاهلي اتضر في 5 حالات ولم يستفيد في اي حاله تحكيميه. احنا في الاول يا اسامه قلت للاسف على قد ما احنا اكدنا قناعاتنا على قد ما انا حزين على التحكيم المصري، والاربع خمس فيديوهات الاخيره بتاعت سيف الجزيري ولقطه سيراميكا هم اهداء لكابتن عصام عبد الفتاح، اعتقد لما تشوفهم هتزعل قوي من نفسك قوي. هم كملوا الحلقه يا فارس، وكان في حالات لنادي الزمالك استفاد فيها بشكل كبير من الاخطاء التحكيميه، ولكن احنا كان يهمنا موقف النادي الاهلي، وكان يهمنا فكره الكابتن عصام فتاح وارائه المتناقضه بشكل كبير جدا اللي محتاج يقف مع نفسه ويراجعها بشكل كبير. وبنشكر الكابتن سمير عثمان اللي اختلفنا معاه في بعض الاوقات ولكن كانت ارائه الاكثر موضوعيه والاكثر اتساقا، وبنشكر ايضا حضراتكم على متابعه خط احمر.